اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، وحلقه جديده ومساء جديد عليكم. مساء الورد، مساء الفل، مساء كل حاجه حلوه في الدنيا. طبعا زي ما حضراتكم عارفين في نور والحياه بنجيب لكم موضوعات مختلفه وبتهم ناس كتير قوي، لكن الحقيقه موضوعنا النهارده شيق جدا. شيق ازاي؟ من ناحيه الحياه والمجتمع، من ناحيه عاميه يعني. في ناس كتير بتحب انها تغلط بس ما بتقولش ان انا غلطانه، للاسف ما بتعترفش بغلطها، والانسان ده بيكون غلط مش صح. انت ما تعترفش بغلطك بتكون غلط مش صح، وشايف ان هو مهما عمل ما بيعتذرش لحد، شايف ان دي حاجه بتيجي على كرامته شويه، مع ان ده طبعا غلط. واحد تاني هيقول مثلا انا حتى لو شايف انه مش غلطان بيعتذر وبيقول انا اسف. يا جماعه انا اسف دي كلمه جميله قوي، وعمرها ما هتقلل من شخصيه حد، وعمرها ما هتكون عائق في 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 اذهان حد او في شخصيه حد. بالعكس، دي بتكون كبيرة في حق الإنسان وبتكون كبيرة في حق المجتمع، ونظرة الإنسان، نظرة المجتمع للإنسان بتكون كبيرة جدا، وبتنول احترام الإنسان للجميع بصراحة. فكلمة آسف مش هنخس حاجة لما نقول لحد آسف لو غلطت أو كده، يعني لو حد غلط مش هيقول، مش هيبقى غلطان ويقول آسف يعتذر. هنتكلم عن سكة الاعتذار والاعتذار بحد مطلق مع ضيفتنا المنورانا النهارده الدكتورة فايدة كامل، دكتوراه تنمية بشرية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك، نورتيني لتاني مرة. ميرسي يا حبيبتي. قولي لنا بقى إيه هو الاعتذار وإمتى الإنسان بيشوف إنه غلط؟ اتفضلي. بصي، كلمة أنا آسف دي ثقافة راقية جدا وتربية عظيمة، عمرها ابدا ما تقلل من قدر الانسان، بالعكس ده بتزيد من شأنه وبتزيد احترام الناس ليه، زي ما انتي ما قلتي كده في المقدمة. فكرة ان انا اغلط وما اعتذرش دي بتبقى شخصيات شوية فيها نوع من انواع النرجسية شوية، اللي هو انا غلطان بس انا مش هقول ان انا اسف، انا غلطت بس انا مش هقول ان انا اسف. احنا للأسف مش مطورين فكرة ثقافة الاعتذار، يعني احنا المفروض دي حاجة مش مهمشة في حياتنا، بالعكس احنا المفروض نطورها وندرسها. ثقافة الاعتذار تربية عظيمة، كلمة انا اسف دي بترفع من شأن البني ادم، بتدوب هموم، بتداوي جروح، بتعمل كل حاجة حلوة ممكن تتخيليها. ان انا اغلط في حقك واجي طيب بخاطرك واقول لك انا اسفة، دي ممكن تحل الدنيا كلها، ممكن تحل مشاكل الدنيا كلها، عمرها ابدا ما تقلل من قدر حد. فكرة ان امتى نشوف ان احنا غلطانين، هو دايما البني ادم لازم يراجع نفسه طول الوقت، لازم يعمل ابديت كده اليوم وعمل فيه ايه وقال ايه. ممكن اكون غلطت في حقك وانا مش واخده بالي. فلما اوريدي انت عندك ضمير وعندك طول الوقت ان انت بتحاسبي نفسك اصلا في يومك انت عملتي ايه، وتحسي ان انت غلطانه حتى لو انت ما خدتيش بالك ان انا غلطت في حقك، انا لازم اجي اقول لك انا اسفه، معلش انا ضايقتك في كذا، بس انا ما اقصدش. هي دي الثقافه، هي دي التربيه الراقيه اللي احنا نفسنا كلنا نتعامل بيها، بس للاسف طبعا. هو الاعتذار هل هو قوة أو ضعف؟ في ناس بتشوفها قوة وفي ناس تانية بتشوفها ضعف، أنت شايفها قوة أو ضعف؟ قوة طبعاً، عمرها ما تكون ضعف لأنها عمرها ما بتقلل من قدرك. للأسف بعض الناس اللي بتشوف إن الاعتذار ضعف دي غالباً بتكون شوية رجالة أو ذكور للأسف، يعني إن هو دايماً كرامتي، أنا ما أقولش أنا آسف، أنا ما اعتذرش. فليه؟ بالعكس دي قوة، دي احترام. شوفي أنت لو شخص غلط في حقك أيا كان الشخص ده علاقتك بيه إيه، وجي قال لك أنا آسف، بتبقي فخورة بيه، بتبقي فعلا محترمة. جميلة قوي. جدا جدا. يعني ما بتزعلش حد من حد، بتكون كلمة بتطيب خاطرك حقيقي. بتطيب خاطرك، وبعدين دي سمة النبلاء. الاعتذار ده سمة النبلاء. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيعتذر، كان بيعتذر لزوجاته، كان بيعتذر للصحابة، يعني دي حاجة أصلا المفروض نتمنى إن احنا نعملها. وطبعا الرسول قدوتنا. بالظبط. فازاي تشوف إن أنت دي، بالعكس ما تقللش من رجولتك، بالعكس دي تزيد من رجولتك واحترامي ليك واحترام الناس ليك ونظرة أولادك ليك ونظرة أصحابك ليك، عمرها طبعا ما تكون ضعفة، بالعكس بالعكس. طب هو الاعتذار في ناس شايفاها إنها على كرامتها قوي، تقولي الناس دي ايه اللي شايفاها بتبقى جرح في كرامتها شويه؟ بصي، دي الشخصيات بنقول عليها شخصيه نرجسيه شويه، اللي هي ما بتعرفش تعتذر او ما بتحبش تعتذر. وخلي بالك الشخصيه دي بيبقى عندها مشاكل، يعني هو مش ما بيعتذرش كده وخلاص. بنرجع بقى لده في تربيتنا من الصغر شويه. الام بتربي ابنها ايه؟ الراجل ما يعتذرش، الراجل ما يعيطش. وده اكبر غلط على فكره، احنا بنبيع رجوله مزيفه. انت ازاي تقولي، احنا ازاي نقول كده؟ يعني ايه الراجل ما يعيطش؟ هو انا دلوقتي مثال، مثلا يعني لا قدر الله طبعا حد شخص راجل خبطته عربيه مثلا،
جسمه اتدمر، هيتألم وهيعيط وهيبكي لأنه إنسان، ولا هيقول أنا مش هعيط أنا مش حاسس بحاجة لأني راجل؟ هي إنسانية، جسم الراجل زي جسم الست، أنا بتألم فهي نفس الحاجة. فإزاي شخص النرجسي ده عشان إحنا بنربيه بنقول له الراجل ما يعيطش؟ لا طبعا، الراجل بيعيط، الراجل عنده إحساس، الراجل إنسان في الأول وفي الآخر، الراجل ما يعتذرش. لا ما ينفعش، أنت بتعلميه إن القوة في عدم الاعتذار، ان القوه في عدم الدموع. لا طبعا، في ناس بتشوفها هنا في حقها، ما هو للأسف. عشان متربيه من الاول على كده. فاحنا لازم دلوقتي نصحح الفكره دي ونوصل لاولادنا ان بالعكس الراجل يعتذر، الراجل اللي لما يغلط يقول انا غلطت ويصلح غلطه. هي دي القوه، هي دي الرجوله، هي دي المسؤوليه اللي علينا احنا تجاه الاخرين. هل احنا كلنا نستحق الاعتذار ولا في ناس بتبقى مش عايزه اقول ما تستحقش، بس هل كلنا حضرتك شايفه طبق كتير مننا بتستحق الاعتذار لما تكون غلطت في حاجه معينه؟ بصي، خلينا نقول ان ايا كان الشخص، مهما كان هو شخص يستاهل او ما يستاهلش، بس انا مقتنعه ان اي شخص انت غلطتي في حقه او احنا غلطنا في حقه يستحق الاعتذار. لان الاعتذار ده واجب، واجب احنا المفروض ننتمي ليه وننميه جوانا. انا غلطت اعتذر، حتى لو الشخص اللي قدامي ما يستاهلش الاعتذار، حتى لو هو شخص سيء، بس انا غلطت في حقه. الاعتذار ده بيرجع لشخصيتك انت، لتربيتك انت، لثقافتك انت، وللرقي اللي انت بتتعاملي بيه. فلو هو حتى شخص ما يستاهلش، يعني خلينا نقول انه شخص ما يستاهلش، لا لازم نعتذر، لازم نعتذر لكل حد احنا غلطنا في حقه ايا كان، مهما كان اللي قدامنا، حتى لو ما يستاهلش الاعتذار مهما كان. طب انت تقول ايه للراجل اللي هو شايف ان ده غلط في الشخصيه نفسها، مش شرط الراجل او ست، الشخصيه اللي شايفه الاعتذار دي تكون اهانه في حقها واهانه في كرامتها، تحب تقولهم ايه، تنصحيهم ايه؟ قلنا بالعكس، لا طبعا الاعتذار عمره ما يكون اهانه، بالعكس ده بيخلي شخصيتك تحترم اكتر، سواء لراجل او لست. انا لما اغلط ايه المشكله ان اقول ان انا غلطت، انا اسفه انا غلطانه، مفيش مشكله. بس هي الفكره انه مش في كل وقت لازم نعتذر، في شخصيات ضعيفه شويه ممكن تعتذر لمجرد ان هي ترضي اللي قدامها، فطول الوقت انا اسفه انا اسفه ما تزعل. لا، هنا الاعتذار غلط، مش مسموح بيه اصلا، كل اي حاجه مش اي حاجه بي. اه لا بصي، مش مسموح بيه، لا ما ينفعش. دي الحاله الوحيده اللي ما ينفعش نعتذر فيها. انا مش غلطانه، بس الشخص اللي قدامي متضايق مثلا او مطلعني غلطانه وانا مش غلطانه، لا ما تعتذريش، او لا ما تعتذرش، ما تعتذرش طول ما انت مش غلطان. هي انا اسف بتتقال مره واحده بس، لما انا اكون غلطانه، مش غلطانه ما اعتذرش، وده ما بيقللش مني، ده بيرفع من شأني. لازم نكون عارفين ان الاعتذار ده حاجه بترفع من شأن اللي قدامنا، مش بتقلل منه، مش ضعف ابدا، ولا عمره هيكون ضعف. بس لو كان الانسان مش غلطان في المطلق، وبصي يعني وبصي عايزه اقول لك حاجه، في شخصيات مثلا يعني انا غلطت في حقك وجاي اقول لك انا اسفه، فانت ما تقبليش الاعتذار، في الحاله دي ممكن نعمل ايه؟ يعني ممكن اقول لك انا اسفه فانت جايه مش قابله اعتذارك، او تعامليني بطريقه وحشه طول الوقت على غلطه مثلا. لما اعمل اللي عليا واقول لك انا اسفه واصلح من غلطي وما اكرروش تاني، لان اهم حاجه في الاعتذار مش ان انا اقول انا اسفه عشان اجاملك او عشان اعدي الموضوع، اهم حاجه ان هي تطلع من جوايا حاسه بغلطي. وبعتذر عشان انا فعلا حاسه بغلطي، وبعتذر علشان حاجه تانيه اهم، ان انا مش عايزه اكرر الغلط ده. هي دي الحاجات المهمه، البوينت المهمه في الاعتذار، مش ان انا اقول اسف، ان انا اكون مقتنعه وعايزه اصلح من نفسي وعايزه اصلح من الخطا ده ما اكرروش تاني. لو اللي قدامي بقى مش قابل الاعتذار ده، هو مش من حقه ان انا اعتذر مره تانية. تمام خلاص. لو في شخصيه فعلا، لما في شخصيات عنيده جدا، لا انا مش قابل اعتذار، لا انا مش عارف ايه، طب خلاص تمام، مش انت اعتذرتي وصلحتي من خطاك، اذا انت من جواكي تمام، شخص لكن سليم، لكن انا مش مسؤوله عن رد فعل اللي قدامي نهائي. انت عملتي اللي عليكي، انت غلطتي وصلحتي الغلط من جواكي، صلحتي الغلط. تمام. اللي قدامك ما قبلش، لا والله مش مطلوب مننا ان احنا نعتذر مره تانية. طب هي الاعتذار هو يعني شايفاه مسؤوليه ولا مجرد فكره ممكن اننا نعيش من غيرها وخلاص؟ لا هو مش فكره، بالعكس هو مسؤوليه، لان انا لسه بقول لك ان احنا اصلا مسؤوليتنا تجاه ولادنا وتجاه الجيل اللي معانا واللي طالع، ان احنا نوصل لهم ان الاعتذار مسؤوليه، ده جزء من مسؤوليتنا، ده جزء من مسؤوليه الراجل في بيته عشان نبقى فاهمين برضو، وجزء من مسؤوليه الست، جزء من مسؤوليه الراجل في بيته عشان يعلم ولاده انه لما يغلط يعترف بخطئه ويعتذر. لانه في ناس، في اطفال اصلا دلوقتي عنيده جدا، تيجي تقولي للطفل اعتذر انت غلطت، لا مش هعتذر يا بابا، اعتذر انت عملت حاجه، لا مش هعتذر. هو دور الام والاب هنا، ده مسؤوليه، لا لازم. للاسف في ناس تقول لك انا طفل عندي عنيد وما اقدرش اسيطر على شخصيته، وما اقدرش اسيطر ان اقول له اعتذر ده وما تعتذرش. ما هو عشان احنا عقبنا غلط للاطفال فبيخافوا فبيوصلوا للمرحله دي. لكن انا لما اعلم الطفل انه مهما يغلط، مهما كان حجم الغلط، تعالى قول اعترف بالغلط ده وما تكرروش تاني، وعدني ان انت ما تكرروش تاني، وقول انا اسف، هنربيه صح، فهيطلع عنده. هي دي بقى
ثقافه الاعتذار، اني لما اغلط اقول انا اسف، ده عمره ما يقلل من حد، بالعكس. حتى لو مثلا الجيل اللي هو مش شرط يكون طفل، يعني انا مثلا ممكن اكون مثلا انا واحده سن المراهقه، سي اكون مثلا في سن المراهقه وشايفه ان الاعتذار ده حاجه كده، يعني مش انا بغلط في حد وما بعتذرش، يعني السن اللي هو دي شويه بتبقى شخصيات مش سويه شويه. تمام، خلينا نبقى متفقين. بترجع بقى للتربيه، بترجع لحاجات تانية. ممكن تكون واحده طول الوقت بتتعرض لجرح او تقليل من اللي قدامها، يعني اللي قدامها طول الوقت بيقلل منها، انت فاشله، انت مش نافعه في الدراسه، انت شكلك مش عارف ايه، انت لبسك مش عارف، بتاثر على شخصيتها، بتاثر جدا على شخصيتها، فبالتالي بتلبس قناع مش بتاعها، بتفضل شايفه طول الوقت نفسها ان هي لا انا كويسه، انا احسن منك، انا احسن منك، فمش هعتذر. طب نفهم من كلامك ان الشخصيه دي ممكن تكون من جواها كويس جدا، بس يعني الموقف معين اللي اثر عليها بحاجه زي كده. طبعا مواقف كتير بقى بتبقى تعرضت طول الوقت للتقليل، طول الوقت انا بقلل من شانها، وده بيحصل كتير جدا وبنشوفه في بيوت كتير جدا. انت فاشله، انت مش نافعه، انت مش، الكلام ده بيوصل، بيخلي البنت اصلا يعملها احباط. الست اللي هي اساسا رمز الموده والرحمه والحنيه والرومانسيه فجاه بتلبس قناع مش بتاعها من كتر الـ 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 الاهانه اللي بتتعرض لها في فكره ان انت قليله، فبتبدا تقول ان انا مش هعتذر مهما غلط، انا مش هعتذر لان انا شايفه نفسي احسن حاجه، انا شايفه نفسي ما بغلطش. دي بتبقى مشكله، فبتبقى للاسف خلاص بدات تدخل في سكه مرض شويه وحاله نفسيه، وهي كويسه من جواها، بس احنا اللي وصلناها لكده، البيت اللي وصلها لكده. ممكن فعلا نقول ان الواحده لما ما تعتذرش ممكن يكون دي حاله نفسيه طبعا، ولا تبع الشخصيه؟ لا طبعا ممكن. طبعا احنا كلنا، هو احنا اول ما اتولدنا كلنا اتولدنا بنعرف ناكل ونشرب؟ لا. ولا كنا بنتعلم ونوقع ونبهدل، صح كده؟ فكلنا مولودين حاجه واحده، هي الفكره كلها في السمات اللي حوالينا والصفات اللي احنا بنكتسبها من الاخرين. فاي حد في المرحله دي بيبقى لا فعلا متعرض لضغط في حياته مش طبيعي، يعني ما بيبقاش هو كده. بترجع لاسلوب تربيه زي ما قلت لك، بترجع لمجتمع شايفك بانهي نظره، طول الوقت انت بتتحاربي، طول الوقت المجتمع بيحاربك، فبتحسي ان انت خلاص مش فارق معاكي، انا صح وخلاص، فمش هقول ان انا غلطانه، بتبقى طول الوقت شايفه نفسها هو كده كده شايفيني وحشه، اعتذر ليه؟ فبتبقى لا طبعا، هي بتبقى شخصيه كويسه جدا. علشان كده بنقول للساده المشاهدين اتفرجوا علينا، اعتذروا، اللي يغلط يعتذر، لازم يعني من فضلكم. بما ان انك قاعده معانا طبعا بنستفيد من خبرتك الحياتيه قبل المهنيه. طبعا شايفه ان الاعتذار المباشر يكون مباشر للشخص ولا بطريقه غير مباشره؟ بصي، هو اهم حاجه انه يكون في اعتذار، ده بالنسبه اهم حاجه، بطريقه دي بترجع بقى حسب الشخص اللي معاكي، انت عارفه هو بيحب ايه. يعني انا ممكن مثلا ابقى مع شخص كلمه انا اسف او انا اسفه بالنسبه له الدنيا واللي فيها، ممكن تيجي تقولي لشخص انا اسفه فيقول لك بس ما تكمليش، ما تعتذري، انت تبقى عنده كبيره جدا ان انت قلتي انا اسفه. ممكن شخص تاني ما تقوليش بشكل مباشر، تعملي ايه بشكل غير مباشر؟ لو حابه تعتذري ومش عايزه تقولي انا اسفه، مع ان الكلمه مش عيب، يعني زي ما انت قلتي في اول الحلقه مش هنخس حاجه، يعني تصلحي بقى الغلط، تحاولي ان انت ما تكرريهوش تاني، تحاولي تبرري بطريقه غير مباشره الموقف اللي انت عملتيه كان سببه ايه، بس من غير ما تروحي تفتحي الموضوع تاني عشان ما تجرحيش اللي قدامك مره تانيه. طب استوقفني حاجه كده، هو ممكن الاعتذار يكون في بتوقيت معين، يعني وقت معين، وانا اختار اي وقت نعتذر فيه؟ يعني ممكن انا مثلا اكون زعلانه منك ومش قابله اعتذارك في الوقت ده، بس اقبله بعد اسبوع، بعد، فهماني؟ لا، ما احنا بقى نختار الوقت اللي نعتذر فيه. لانه انا ممكن اكون مجروحه منك جدا جدا، فمش قادره اتكلم في الموضوع، فاي حاجه هتضغط عليا وهتتعبني وهتزعلك مني اكتر، فبالتالي احنا لا لازم نختار الوقت برضو اللي نعتذر فيه، فان احنا بس نهدى وندي فرصه لبعض شويه ان احنا نهدى والامور تاخد راحتها كده، وبعدين الاقي الوقت اللي انت هاديه فيه اجي اقول لك انا اسف، هنا هتقبلي الاعتذار. لكن ما تكونيش انت اصلا مش طايقاني وحاصل بينا كارثه واجي اقول لك انا اسفه، لا طبعا لازم نختار الوقت اللي احنا نعتذر فيه. يعني نقدر نقول ان اذا كان مباشر او غير مباشر حسب موقف نفسه، او حسب هو الموقف قدامك، حسب أو الشخص، او غير قدامك، او قدامك مباشر او مباشر، او ممكن يكون التوقيت ده حسب الانسان او الشخصيه نفسها، صح كده؟ بس اهم حاجه بقى، اهم حاجه في فكره الاعتذار تحديدا، نبعد عن السوشيال ميديا. يعني ما ينفعش ابقى غلطانه في حقك وابعت لك مسج اقول لك سوري يا نور ما تزعليش. دي مشكله تانية خالص، دي حاجه بقى ده تطرقنا الموضوع تاني خالص، احنا طبعا مش هندخل في تفاصيل. انا على المستوى الشخصي بكره الاعتذار على السوشيال ميديا، ولكن هي ملحوظه حبيت اقولها، ما ينفعش نعتذر على السوشيال ميديا يا جماعه. رساله فيها تحسيها فيها تقليل شويه من الشخص جدا. انا غلطت في حقك، خلينا ناس راقيه، حتى لو التعامل ده بيني وبينك اخر تعامل، تعالي نقعد
علشان حقي حقك عليا، زي ما غلطت في حقك اعتذر لك وانت قاعده قدامي، حتى لو مش هتتعاملي معايا تاني، لكن ما بعتلكيش مسج اقول لك سوري ما تزعليش، لانه ده تقليل من الشخص جدا. احنا للاسف السوشيال ميديا اصلا دمرت العلاقات، دمرت كل حاجه، دمرت العلاقات والله بجد. فدي رساله يعني فعلا يعني. ما ينفعش ان انا مثلا اكون قاعده كده ويكون انت مزعلاني ولاقي رساله مسج منك يقول لي لا انت ما تزعليش، لا ما تجيلي تتصلي بيا، الاتصال انا عايزه اشوفك أقوى. على فكره بصي انا عايزه اشوفك، انا عايزه اشوفك حتى لو انت ممكن في الوقت ده تقولي لي لا انا مش عايزه، طب انا عايزه اشوفك عشان اعتذر لك. وعلى فكره انا من الشخصيات اللي هي ممكن لو كنت زعلانه من حد ومجرد ان انا شفت رقمه بنسى الزعل. ما هو في ناس كده دي الناس اللي هي الطيبه اللي بصي دي شخصيات بتبقى متصالحه مع نفسها، ما عندهاش بقى ولا غل ولا حقد ولا غيره، متصالحه مع نفسك، هتقدري تعتذري وهتقدري تقبلي. ما في حاجه مهمه برضو قوي نسينا نقولها او عايزين نقولها، اتفضلي. الاعتذار المقابل بتاعه ايه؟ التسامح، لين القلب، ان انت يبقى عندك اصلا النيه ان قلبك لين فتقبلي الاعتذار ويكون محبوب بين الناس كمان. خلي بالك ان الاعتذار برضو ما هو مش طول الوقت انا هعتذر، ممكن الشخصيه اللي قدامي تبقى قلبها جامد وعندها جحود، فمهما تعتذري ما تقبلش. الشخصيات دي نبعد عنها اساسا، حرفيا نبعد عنها، التعامل معاها بيتعب. لكن الناس اللي بتتسم بالصفات الطيبه والتسامح وان انت متصالحه مع نفسك، ما عندكيش غضون تجاه حد، فلما تيجي اوريدي تعتذري لها مهما كان حجم الغلطه هتسامحك. صدقني الناس دي برضو بتكون محبوبه من الناس اللي حواليها من المجتمع. طبعا طبعا بتكون محبوبه، وفي نفس الوقت اهم حاجه هي او هو متصالح مع نفسه، ملهاش علاقه بالكرامه او الشخصيه خالص، متصالح مع نفسه. فبيعرف يعتذر، بيعرف يقول انا اسف، وبيعرف يقبل العذر. بس كلمه جميله والله، يعني جد مريحه، كلمه جميله قوي. احنا مرتاحين واحنا بنتكلم فيها دلوقتي. يعني انت هتستفيد ايه لما تقول هتقل من كرامتك ازاي او هتقل من نفسك لما تقول انا اسف في غلط انت غلطت فيه؟ بالعكس، تخيلي ان في ناس ما بتكونش غلطانه لمجرد انك عايزه يعني تكون تشوف الشخصيه دي، حابه الشخصيه اللي انا بتعامل معاها، فتقول لك انا اسفه حتى لو مش انا مش غلطانه. ده لا، ده اللي احنا لسه بنقوله في اول الحلقه، ده لا. بس صدقيني بتكون شخصيه محبوبه برضو، بس ده لا، مش مع كل الشخصيات. انا فاهمه، بس ما ينفعش عشان انا بحبك وانا ما غلطتش في حاجه اقول لك انا اسف، لان ببساطه حتى لو انت شخصيه حتى كويسه، حتى موقف بسيط يعني، مهما كان عارفه الشخص التاني ده او الشخصيه التانيه دي هتفكر ازاي، هتعتقد ان ده حق مكتسب ليها. فطول الوقت انت مسؤوله عن انها تبقى مبسوطه، فطول الوقت هتبقى معتقده ان ده حق مكتسب، لمجرد ان هو زعلان انت لازم تعتذري عشان انت عملتي كده اول مره، فانت كبرتي الفكره ونمتيها جواه. يعني نقدر نقول مش كل موقف اننا نعتذر فيه او نقول انت سقط، طالما انا ما غلطتش الغلط مش من ناحيتي، انت متضايقه او انت متضايق بعيدا عني، ما اعتذرش، اهون عليك، اوكي اتكلم معاكي تمام، افهم منك ايه اللي حصل واحاول ادور على حلول. طب الاعتذار كافي لكل الاخطاء؟ لا طبعا، لا لا طبعا. بصي بقى، لا طبعا، يعني هل مثلا واحد يروح يخون مراته ويتجوز عليها مثلا ويجي يقول لها انا اسف فتقبل الاعتذار؟ لا طبعا، في اخطاء بنعمل الحل الوحيد فيها قط، لازم تنهي كل حاجه، صداقه، شغل، شراكه، جيره، جواز، في اخطاء في الجواز ما ينفعش فيها تسامح. لا لسه هجيلك في السؤال ده، ما ينفعش فيها تسامح. انت بتخشي لي في السؤال ده عشان الاجابه؟ لا الحقيقه لان السؤال ده بيحتاج موال لوحده. مش كل الاخطاء، مش كل الاخطاء ينفع فيها اعتذار، مش كل الاخطاء ينفع فيها اسف. انا مش هروح اخون مراتي واجي اقول لها انا اسف وتقبل، انا مش هروح اضرب مراتي وادمر لها مستقبلها واجي اقول لها انا اسف، انا مش هدمر مستقبل ولادي واجي اقول لهم سوري انا اسف. في حاجات ما ينفعش فيها اعتذار، في حاجات لازم فيها الجذر، خلاص قط، نقطع كل حاجه. لا طبعا مش كل الحالات ينفع فيها الاعتذار، حاجات معينه او تبع الموقف برضه، حسب في الموقف. في حاجات ملهاش فرصه تانية، في حاجات ملهاش فرصه تانية. يعني بالنسبه للزوج والزوجه ده حاجه بقى نتطرق ليها كده على جنب، الزوج والزوجه. اوقات ده للاسف بيحصل من الموضوع ده طلاقات كتير وانفصال كتير بسبب الغلط وان احنا ما نعتذرش. لا للاسف الزوج مثلا يقول لك انا مش غلطان في حقها مش هعتذر، تيجي بقى الزوجه تعمل ايه رد فعل، انا مش غلطانه في حقه فمش هعتذر، لدرجه ان يعني عندهم بيوصلهم لمرحله ممكن الانفصال او الطلاق. دول بقى يعني عايزين لهم حاجه لوحدهم كده، نقول لهم ايه الاثنين عشان دول، وبالذات الكارثه لو كان معاهم اولاد او في اولاد مشتركه. يعني هم دول الشخصيات النرجسيه اللي احنا كنا لسه بنقول عليهم. هي الشخصيه النرجسيه دي اللي هي ايه؟ اللي هي عباره عن ايه؟ شخصيه ما بتعترفش بغلطها، شخصيه طول الوقت بتقلل من اللي قدامها، طول الوقت بتنتقد اللي قدامها، طول الوقت شايفه اللي قدامها غلطان، دي الشخصيه النرجسيه.
وطول الوقت عايزه تعمل سيطره كامله، فرض سيطره كامل عليكي، لدرجه ان الراجل بيوصل لمرحله ان انت ممكن من كلمه بسيطه قوي ملهاش اي لازمه ان انت هنتيه وياخدها على كرامته ويعمل كارثه. لا طبعا ما ينفعش. احنا لسه كنا بنقول الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيراضي زوجاته. هل ده احنا احسن منه يا جماعه؟ كان بيراضي زوجاته. فيها ايه لما تغلط وتقول انا غلطان؟ ليه اللي عندي يوصلكم لمرحله ان انتوا تبعدوا وتهدوا بيت واسره كامله علشان بس انا مش غلطانه؟ والست ممكن برضو انها شايفه انها صح في كل الاوقات. احنا مش هنحمل على الراجل زي الحلقه اللي فاتت. خلي بالك احنا مش بنحمل على الراجل والله، بس احنا برضو في مجتمع ذكوري شويه، احنا مش بنحمل على الراجل. ما احنا قلنا هو الاساس، هو عمود البيت، هو اللي بناء عليه الدنيا بتلف، صح كده؟ فاحنا مش بنحمل عليه، احنا بنوجه له رساله انه انت الاساس، انت العقل، انت اللي بمشي امورك، فانت اللي لازم يبقى عندك الثقافه دي، ثقافه الاعتذار. ايه المشكله لما تغلط في حقها وتروح تراضيها بكلمتين؟ واحنا اطيب مما تتخيلي. خلي بالك الست العنيده، يعني انت بتقولي ان هي ما بتعترفش بغلطها عشان ما نحملش على الراجل، هي طبعها عنيد. الست دي اساسا رمز للرقه والحنان، ده بكلام ربنا. احنا كلنا مولودين دي حاجات فينا ما لهاش علاقه باي حاجه، حتى لو انت عصبيه، حتى احنا بنكتسب ده من حياتنا. بس انت ولا مولوده عنيده ولا مولوده عصبيه، بالعكس هي بتاخد ده من ايه؟ برضو بسبب ان جوزها ممكن يكون طول الوقت مقلل من قدراتها ومقلل من شخصيتها، طول الوقت بيغلطها وهي مش غلطانه. انت السبب، انت كذا، انت كذا. فبتوصل لمرحله ان هي خلاص جواها بيقفل، فخلاص انا كده كده بما انت شايفني غلطانه طب انا كمان مش هعتذر. تقريبا الحاجه دي بتبقى من اول سنه جواز، يعني بتبقى المشاكل بزياده من كتر العند وكتر عدم الاعتذار مع الخطا كتير. بالزبط. فبتبقى الموضوع بس هي الزوجه احنا بنقول دايما لازم تيجي على نفسها شويه. بس لو انت جاي على نفسك مع الشخص الصح، لكن انا ما اجيش على نفسي مع شخص طول الوقت ما بيقبلش اعتذاري اصلا، ما عندوش ثقافه النقاش، ما عندوش ثقافه ان انا اغلط اعتذر. اللي هو انت غلطتي تتجذري يعني؟ ما خلاص غلطت بتعتذر. في رجاله ما بتقبلش ده، يعني في رجاله ما بتقبلش ده، لكن الستات ما شاء الله ده بتقبل كل حاجه، ده بيتخانوا يا عيني وبيتضربوا وبيتبهدلوا وبيكملوا عادي. في ستات حقيقي بتبقى من اول كلمه ومن اول مصالحه او انت صالحتني او اعتذرت هي خلاص. هي دي بقى الطيبه الكيوت المتصالحه مع نفسها، اللي هي جواها طيب، جواها طفله، هي دي. بس ما ينفعش تفضل كده طول الوقت لانها بتاذي نفسها. اللي هي مثلا انا مش طايقه الشخص ده بس هوافق على الاعتذار عشان خاطر الاطفال اللي معايا. ماشي تمام، مفيش مشكله. مفيش مشكله خالص طالما انا مش مضروره نفسيا. بمعنى ايه؟ انه غلط في حقي غلطه مش هتضرني نفسيا، مش هتخليني ام غير سويه. ما احنا لازم نفكر، اصل انا ام بربي اطفال، تمام؟ فتمام انا مش طايقاه بس هقبل اعتذاره عشان ولادي، اوكي تمام، برافو شابوه، انت ست تحترمي. لكن لما توصل مرحله الغلط للمرحله اللي تدمرك انت نفسيا فما تقدريش توجهي لاولادك رساله الامومه بتاعتك، كات، مش هنقبل اعتذار. طب ايه الغلطه اللي ممكن تقول انا خلاص ما ينفعش نسامح فيها؟ مش عارفه اقول لك يا حقيقي. لا قولي براحتك. دي بصي، هو انا مش هوجه كلام، انا هنصح. الغلطه اللي ما ينفعش نسامح فيها، والله مش جايين على الرجاله بس هي للاسف دايما بتيجي من الرجاله. عايزين نقول اياكي والخيانه، اياكي والخيانه. ما ينفعش نسامح هي دي، ما ينفعش نسامح الراجل الخاين، مستحيل. بصي، سامحتي مرة، سامحتي مرة في الخيانة حتى لو هو شخص كويس وحتى لو هي مجرد نزوة، هيخونك تاني وتالت وعشرين. إياكي والخيانة، الراجل الخاين لا، ما ينفعش تسامح. لا ما ينفع، مستحيل مستحيل. على كلامك طبعا. انت شايفه ايه؟ انت شايفه ينفع؟ لا رايك، لان انا محايده في الموضوع. ما ينفعش. طب بتحبي رساله اخيره توجهيها؟ طبعا، لان احنا خلاص مخرجنا بيقول لنا خلاص الوقت خلص. رساله اخيره بقى، لو انت مزعله حد كشخصيا بقى، انت شخصيتك مزعله حد وتحبي تصالحيه على الشاشه على الهواء؟ لا خالص، انا لو عايزه اعتذر لحد انا هعتذر لنفسي. على كل اختيار خطا انا اخترته في حياتي. وهعتذر لوالدي ووالدتي طول الوقت على اي حاجه انا سببتها لهم بسبب اختياراتي، بس كده. لان انا اتعلمت من خبراتي انا في الحياه، وده اللي انا بحاول اوصله للناس، ان احنا نختار صح عشان ما نعتذرش. بنشكرك. انا اللي بشكرك جدا على الحلقه الحلوه دي. كنت منورانا وحلقه جميله، ونتمنى ان الساده المشاهدين يكونوا استفادوا منها. الدكتوره فايده كامل كانت معانا، خبير تنميه بشريه. وبنشكركم اعزائي المشاهدين، وقتنا للاسف الوقت الحلو الجميل بيعدي بسرعه معاكم. بنشكركم حلقات ثانيه، ونور والحياه ونور قاسم، والى اللقاء، انتظرونا في حلقات ثانيه.